عمل الخير ما بيقتصر على شهر معين او مناسبه او يوم، لا هو شيء اساسي لازم يكون بحياتنا. لهيك بهي الفقره اكيد بدنا نوجه شكر لكل الايادي البيضاء اللي دائما مادين ايديهم للخير، واكيد لكل انسان عم بيحاول يقدم كل الدعم والمساعده للناس المحتاجه بهي الظروف الصعبه وبهيدا الوضع، واكيد كل مبادره انسانيه وجمعيات خيريه موجوده على ارض الواقع عم تقدم كل الدعم والمساعده للناس يلي حواليها، ومن بينهم اكيد مبادره شهيق زفير يلي على طول ضمن صباحنا منضوي على انشطتهم. واكيد معنا عبر اتصال هاتفي الاستاذ منتصر كيالي مؤسس مبادره شهيق زفير لنتعرف على ابرز الانشطه. صباح الخير استاذ. صباح الخير. كل عام وانت بخير. كل عام بخير لجميع قرية سوريا. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ منتصر، يسعد صباحك، كل عام وانتم بخير لحضرتك ولكل اهالينا بمحافظه حلب. اول شيء طمنا، كيف الاجواء عندكم اليوم؟ مطر؟ صباح الجو حلو كثير، حلب حلوه باهلها، حلوه معكم بالاخبار هي السوريه، حلب لكل حدا مدد ايده للخير يعطيه العافيه وكل عام بخير، لكل حدا عم يعمل خير للناس، للجيش العربي السوري واقف على الحدود، هذا بقول لكم كل عام وانتم بخير. على الجميع استاذ منتصر. منتصر بدايه خلينا نروح للشهر الكريم، وكنتوا موجودين على الارض وكان عندكم مبادرات وفعاليات كثيره خلال الشهر، خلينا هيك من خلالك نرجع نستذكرها. هلا نحن بشهر رمضان كان شهر الخير، كان دور كبير بالموضوع وكان مختلف عن باقي الاشهر. كنا بمبادره اسمها عبر السبيل، كنا بالطرقات كنا موجودين قبل الافطار بربع ساعه او 10 دقائق، كان في توزيع يعني تعرف عليه، هو عباره عن مي وتمر الى اخره معروف للناس الموجوده قبل ربع ساعه، كان لا ايجابيه كثير حلوه بالاوقات، طرح حلو من كل الناس، حتى شوف الناس اللي موجودين معنا كانوا مبسوطين من قلبهم اني هدول الاطفال هن البراءه والطهاره اللي عم يكونوا موجودين عم بقدموا هذا الشيء للناس، كان حلو كثير كثير وكان له انطباع ايجابي. تمام استاذ منتصر، يعني فعلا تابعنا عبر الشاشه ده اليوم وجود اطفال ذوي الهمم بين الناس عم بيقدموا المساعده للناس بالطرقات، قد ايه هذا الشيء بيكبر القلب اليوم؟ خلينا نوضح اكثر اليوم عن طريقه تفاعلكم اليوم مع هدول الاطفال، قد ايه كنتوا مبسوطين بعملهم؟ هلا كل ما بتعطي حب بتاخذي حب اكثر واكثر، كل ما بتعطي سعاده لهدول الاطفال بيعطوكي من قلبهم هن، هن اشخاص طبيعيين جدا، انا هيك بعتبرهم اشخاص اصحاء، عندهم قدرات واسعه كثير كثير، وكل ما عم تعطيهم حب يعطيك حب اكثر واكثر. انا برايي اني هدول التعاطي معهم كثير كثير طبيعي وكثير حلو، اني عن جد اني بركه. يمكن في ناس بعض الاحيان بتضايقوا انه يكونوا موجودين معنا، لا بالعكس انا بشوفهم هدول الناس اللي يكونوا موجودين معنا هن عم بياخذوا سعاده وبياخذوا طاقه ايجابيه. كل ما اعطيتهم حب تعطيهم اكثر واكثر. برايي شخصي هدول الاشخاص لهم دور مجتمعي كثير مهم، لهم دور رح يكونوا لهم دور في شيء بالمستقبل، كل ما كنا موجودين معهم بحب ناخذهم اكثر واكثر نحن. فبرايي شخصي انا لازم نكون موجودين معهم بكل الطاقات الموجوده بالمجتمع، رح يكون لهم دور مجتمعي عندنا. وفي اكيد في عندنا مبادرات كثيره، هلا مبادره كنا موجودين فيها من فتره تقريبا اربع خمس ايام بإحدى المطاعم بحلب، كانوا هن عم بقدموا كان اكل بإحدى المطاعم، هن عم يشتغلوا مثلا بيتزا سلطات الى اخره، هن اشتغلوا وهن قدموه للجمهور، تصوري تفاعل الناس الموجود معنا كان لهم دور مجتمعي كثير مهم ودور حلو كثير كثير صراحه. فكل ما كان اعطينا حب ناخذ سعاده اكثر واكثر. أكيد أستاذ منتصر، اليوم نحن عم نحكي عن أطفال ذوي همام عندهم إمكانيات جدا مهمة، واليوم دمجهم بالمجتمع هو واجب علينا كرمال يكونوا خلينا نقول جزء من هذا المجتمع وشيء مفيد لهم وليس عالي لا على أهليهم ولا على المجتمع. شفناهم بالشوارع، خلينا نروح للمناطق اللي كانوا متواجدين فيها، يعني وين كانوا أكثر شيء بحلب؟ متواجدين أكثر شيء كانوا بحلب هن عن منطقة الجوامع، جامع التوحيد، كانوا موجودين بمنطقه جامع التوحيد، عند منطقه جامع الرحمن، عن ساحات الجامعه، عن ساحه الجامعه كانوا موجودين، كنا موجودين باحدى المناطق المشافي اللي يكون فيها الاطباء او المرضين المناوبين، وما عندهم حدا يعني في عندهم حدا طبعا يساعدهم، كانوا عم يقدموا لهم الحب، مو بس ما
الحب مع ابتسامه حلوه، كانوا هالمناطق كان بين ميني، حتى كنا مناطق شعبيه موجودين فيها، كانوا هن لهم دور كثير كثير كبير. يعني تصور يكون ناس ما لهم بحاجه شيء ابدا، يجوا بس يسلموا عليهم، ما بدهم شيء، ما ياخذوا لا مي ولا شيء ابدا، كان ياخذوا بس ابتسامه منهم، ياخذوا حب منهم، ياخذوا امور كثيره تعطيهم طاقه ايجابيه. فكنا موجودين بكثير مناطق، مناطق شعبيه، مناطق عند الجوامع. تماما تماما. يعني المعروف عنكم اليوم ضمن مبادرة شهيق زفير الاستمرارية بعمل الخير أستاذة منتصر، يعني دائما موجودين بكل حدث بكل مناسبة عم تقدموا كل الخير للناس المحتاجة. خلينا نوضح بالأيام القادمة تحضيرات لما بعد العيد شو عم تحضروا؟ تحضيرات كثيرة بصراحة، في عنا حيكون عرض أزياء للمرة الثانية بمحافظة حلب بإحدى الأوتيلات، حيكونوا أطفالنا موجودين هن بعرضهم الأزياء بتصميمهم هن بشغلهم هن. يعني تصوري عم نحضر لموضوع إني أطفال عندهم قدرات، هن يشتغلوا، هن يقصوا، هن يشتغلوا، هن يفصلوا الفستان أو الكوزة أو كذا يعطوها هن بإمكانياتهم. أنا بوصل رسالة كثير مهمة، وهي إني هدول الأطفال اذا انت وظفتيهم صح بتاخذي منهم شغلات ايجابيه، ودام الناس يعني كلهم بشوفوا شيء حلو شيء ايجابي نوعا ما. حيكون المعرض حيكون سوري الديفيلي باحدى الاوتيلات بحلب، مع معرض الرسومات اللي رسموها هن بوجود شخصيات مهمه كثير كثير. اكيد ما حنوقف عن نقطه واحده، حيكون مستمرين، لاني اكيد هدول الاشخاص هن بيعطونا الطاقه الايجابيه، هن بيعطونا الحب. أكيد أستاذ منتصر، بداية بدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية لكل شيء عملتوه خلال الشهر الكريم، وأيضا لكل المبادرات اللي حتشتغلوا عليها بعد عيد الفطر السعيد. بدي أرجع عايدكم وعايد كل فريق شهيق زفير وأكيد كل أهالينا بمحافظة حلب، ينعاد عليكم وفطر سعيد أكيد. أكيد. شكرا لك أستاذ منتصر.